أهلا بحضراتكم في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة. يوم الأربعاء الماضي أصدر مجلس الوزراء قرارا هام بشأن تعديل استخراج البطاقة الشخصية، وأصبح من سن 15 سنة بدل من 16 سنة. والحقيقة أثار قرار مجلس الوزراء بتعديل سن البطاقة تساؤلات كتير من المواطنين عن سبب اتخاذ هذا القرار، وأيضا ما هي الإجراءات المتبعة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وشروط استخراجها. بداية، بيهدف تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون 143 لسنة 1994 بتعديل سن استخراج البطاقة الشخصية لتصبح من 15 سنة بدل من 16 لتحديد هوية المتهمين من أطفال الأحداث في الجرائم، لكن هذا لن يغير من محاكمة الطفل أمام محاكم الأحداث في حال ارتكابه جريمة أخلاقية أو جنائية. أما عن شروط استخراج البطاقة الشخصية، فهي أولاً أن يكون مستخرج البطاقة الشخصية مصري الجنسية أو لا يقل عمر المتقدم عن 15 عام، وأن يكون مسجل له بيان ميلاد على الحاسب أيضاً. أما عن أسعار استخراج البطاقة الشخصية، فيمكن استخراجها بشكل فوري من أي مول تجاري من المولات المتوفرة فيها الخدمة بقيمة 305 جنيه. ومن هذه المولات سيتي ستارز وسيتي سنتر المعادي ومول العرب. وأيضا يمكن دفع 170 جنيه رسوم استمارة استخراج بطاقة في اي بي، وهيكون استلامها في اليوم التالي، و120 جنيه لاستخراج الاستمارة العاجلة، يكون استلام البطاقة الشخصية بعد 72 ساعة فقط، و45 جنيه رسوم استخراج البطاقة الشخصية، وهيكون استلامها خلال 15 يوم من تاريخ تسليم الاستمارة. وخليني أقول لحضراتكم أنه بيتم توقيع غرامات على من يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبتكون بالحبس لمدة لا تتجاوز عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه. وعن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي، فبعد إتمام الشخص سن 15 سنة يمكنه استخراج البطاقة الشخصية، وده من خلال التوجه لقطاع الأحوال المدنية في الحي السكني التابع له وشراء استمارة الرقم القومي وملء بياناتها واعتمادها من الجهة التابع لها وإحضار المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة إن وجدت والحالة الاجتماعية. والجدير بالذكر، افتتحت وزارة الداخلية مكاتب جديدة لسجلات الأحوال المدنية في كل المحافظات، ده إلى جانب افتتاح 8 مكاتب للسجل المدني في بعض المولات التجارية في القاهرة والجيزة، يمكن للمواطنين من خلالها استخراج أي إصدارات منها لاستخراج البطاقة الشخصية بشكل فوري. وهي ميناء القاهرة الجوي ومول سيتي وسنتر المعادي ومول العرب ومول سيتي ستارز ومول مصر ومول الحمد ودار مناسبات مسجد الشرطة، وأيضا مول طنطا. وأيضا يوجد خط ساخن لخدمة كبار السن وذوي الهمم، ومن خلاله بيقوم قطاع الأحوال المدنية بمأموريات يوميا لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي في كل المحافظات، ده إلى جانب استخراجها لعدد من الحالات الإنسانية في المستشفيات، فضلا عن تخصيصها رقم 15340 كخدمة خط ساخن أكثر إنجازا لتحقيق خدمات للمواطنين والتسهيل عليهم في الحصول على خدمة إصدار البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق والوفاة من خلال هذا الرقم. ودي كانت أهم شروط ومتطلبات استخراج البطاقة، وأيضا أسباب تعديل سن إصدارها ل 15 سنة بدل 16. وبالتأكيد سنتابع دوما مع حضراتكم كافة المستجدات، وسنطلعكم دوما على كافة التفاصيل. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا في هذه المتابعة المستمرة، وإلى اللقاء.